ملك مملكة لافيما، كان مشهور بالذكاء والحكمة، كانوا كل الناس بتحبه وهو بحب كل الناس. وفجأة بيوم من الأيام بيمرض، فبيجمع كل الوزراء اللي عنده وبيقول لهم: أنا كبرت كتير وحاسس حالي لحموت، ومثل ما بتعرفوا أنا ما عندي ولاد. لا يا اسمعوا يا وزراء، انا رح موت والملك اللي رح يجي من بعدي هو الوزير اللي بيجيب اكتر عدد نقاط. وكيف يعني اكتر عدد من النقاط؟ رح اعطيكن 10 مهمات وكل مهمة عليها نقطة، واكتر حدا بجمع نقاط هو اللي بيكون مرشح انه يكون الملك. طيب وشو هي المهمة الاولى؟ كل شخص رح اعطيه بذرة وانتو عليكن تزرعوها، والشجرة اللي بتطلع أجمل وأكبر شجرة هو اللي بيفوز بأول مهمة. وهلأ تعوا لعندي كلكن لأعطيكن البذرة. أنا اللي رح أربح، شجرتي حتطلع أحلى شجرة. جبت أكبر بو عشان شجرتي تطلع أكبر شجرة. لك بلا بذرة بلا بطيخ، لنروح نشتري نبتة خالص أحلى. يا الله، النبتة تبعي بعد ما طلعت أبداً. سمعت آخر خبرية؟ الوردة تبع الوزير أكرم كبرت بسرعة رهيبة وطالعة كتير حلوة، أكيد هو رح ياخد أول نقطة. في شي غلط، مستحيل مستحيل تطلع الوردة بهالسرعة، أكيد في شي غلط. بدك البذرة تبعي بنبتة من عند أمي، أنا اللي رح سلم الملكة ما حدا غيري. رح حط النبتة تبعي تحت الشمس عشان تكبر بسرعة. هي النبتة تبع ألما. رح شوف إذا طلعت النبتة ولا بعد. وينا مين سرقها؟ يا الله وين راحت؟ يا الله يا الله وين راحت النبتة؟ يا الله مين أخذها؟ يا الله وين اختفيت؟ وين راحت؟ مين اخذها؟ واو اجملك. واو كتير حلوه نبتك، نيالك اكيد انت اللي حتربح. ايه اكيد، انا مش عم بلعب هون، انا جاي لاصير الملك من اول النهار. صارت هاي كيف بس يمرق ايام اكثر. يا لك شو في بالسما؟ طلع شو في؟ شوفي عن جد ما بعرف شو هيدا. شوفي انا ما شفت شيء. عن جد ما شفت شيء؟ غريب كيف يبست بسرعة بإيدي، هلا ما كان بها شيء. كلهم طلعت النبتة تبعهم إلا أنا، شو هالبذرة المنزوعة هاي؟ بما إنه النبتة تبع ألما اختفت، والنبتة تبع محمد يبست، والنبتة تبع مايكل بعد ما طلعت، يعني أنا أقرب وحدة لحتى أربح النقطة، وأكيد ما حدا رح يعرف إنه غشيت. جماعة تكون اليوم لنشوف مين نبتته طلعت أجمل نبتة. أنا سرقولي النبتة تبعي. كان لازم تحافظي عليها. أنا نبتتي يبست ما بعرف شو صار. كان لازم تحافظ عليها كمان. أنا نبتتي كتير حلوة، ليكو ليكو ما أجمالها. حلو حلو، وغيره؟ بس أنا نبتتي أحلى، ليكي شو حلوة بتعقد. برافو برافو، نبتتي كتير حلوة. لك شوف شوف يا ملك، انا نبتي كتير حلوة مش عم فيني احملها ما هي تقيلة. وانا ما طلعت النبتة تبعي، سوري. اسمعوا، الوزير اللي فاز باول نقطة هو مايكل. شو صار؟ انا عطيتكم بذرة ميتة ما بتطلع نبتة، يعني اللي فاز هو مايكل، بينما كل واحد معه نبتة يا سرقها يا مشتريها، وهيدا اسمه غش، وكل واحد بغش بيخسر. هلأ تعلمتوا أول درس، الملك الحقيقي لازم يكون صادق وما بيكذب وبيحافظ على أغراضه. وهلأ رح نبلش بالتحدي التاني. وشو هو بالتحدي التاني؟ قبل ما أقلك، بالأول كل واحد لازم ينقي شريك لإله، وهيدا التحدي بده يعلمنا التعاون. انا رح اختار اكرم لانه هو ذكي واكيد رح نربح.
والله دغري تخليتي عني ورحت نقيتي اكرم شو هالرفقه هاي. ما زلك هيك انا حاختار محمد، هو عنده عضلات اكيد حنربح. تعال يا محمد. لا مش عدل هيك، بتتركوني انا وهالبنت الصغيره؟ على قليل البنت الصغيرة أذكى منك يا عيني. لو أنك كنتي أذكى مني كان معك نقطة، أنا الوحيد هون اللي معي نقطة. حشت تخانقوا. هلأ من بعد ما نقيتوا الفرق كل شخص رح تظهر على جبينه إشارة، لازم شريكه يحذر الإشارة قبل ما تغيب الشمس. انتبهوا بس ممنوع تحكوا ولا كلمة. يلا يلا حذرني. سما، شوب، برايمي، خطوط، غيوم، اعملي زقركزي شوي. لك ليه حكيت؟ فريقكم خسر، القانون بيقول ممنوع تحكوا ولا كلمة. حق علي خطرتك قلك، طلعت فاشل ما بتعرف شو منك أبداي ولا شي، خسرتنا مبسوط؟ ايه حق عليك، إذا كلمة شمس وما عرفتيش تقوليها. مش هيك بحذروا يا حبيبي. ورقة، عم باكل عم باكل، قلب، شو؟ مش عم بعرف، عروس ساندويش، عم عصب عم عصب، كيف؟ عم باكل ورقة، خروف لأنه عم ياكل ورقة. راس، مخ، ذكاء، عقل. يس شفتوا لك انا اذكى واحد بهاللعبه. هلا صار دورك لحتى تحضري. ايه هلا اسوارة. يس مبروك، انتوا اول فريق بيربح معنا اول نقطه. لازم نعجل يا الما، الفريق اللي ضدنا عرف اول كلمه. عرفتها شجره. ورا عريش. شجرة كرز. واخيرا ريحتني الحمد لله. يلا لازم انت تعرفي شو الكلمة، ركزي منيح. حمار، سعدين، عم ياكل، عم بيلاط، كلب، جحش. يلا عجل رح تغيب الشمس. شو هيدي هيك؟ شو غابت الشمس وخلص الوقت، انتو خسرتوا والفريق اللي ربح فريق نتالي واكرم. كل الحق علي، اصلا ما فيش عدل، ما في عدل، اعطيتوني بنت ضعيفة. لو عطيني حيلا حدا غيرك انت ربحت. انت واحد مغرور، ان شاء الله ما بتصير ملك بحياتك. رح تصير ملك وقبلك 100%، ورح احطك بالحبس بس تصير ملك. ايو من بعد ما علمتكم درس بالتواصل والتعاون، التحدي الثالث رح يعلمكم الحكمة. كيف يعني؟ كل شخص رح اعطيه لغز وكل واحد بحله رح اعطيه نقطة. اوه قول هيك من الاول، انا اذكى واحد بكل هالوزراء. بلش يحكي المغرور. عن جد رح اعطيكم ظروفي، خدوا هودي ظروفي، كل واحد بياخد ظرف بس ممنوع يفتحه قبل الساعة 10، فاهمين؟ بما انه ما في حدا رح افتح الظرف ويكون عندي وقت اكتر لحل اللغز، وهيك ما حدا رح يعرف. ورقة بيضة؟ وين اللغز؟ كيف بدي حله هيدا؟ انت كنت شريكتي، شو رأيك تساعديني باللغز تبعي وانا بساعدك باللغز تبعك؟ بس الملك قال ما نفتح هذا الظرف قبل الساعة 10. بس انا وياك لحالنا ما حدا رح يشوفنا. وعد ما بتقول لحدا؟ اكيد وعد. رح افتح الظرف تبعي وشوف شو فيه اللغز. ايه؟ بين ورقة بيضة هاي لاي؟ افتح الظرف تبعك لنشوف. وانا كمان ورقة بيضة لاي.
لغز الورقة فاضية يعني، شو بدي افهم منها؟ ما بعرف، خلينا نعرضها على الشمس، بركي ببين شيء. باين شيء معك؟ لا بعدها فاضي. أنا عرفت شو، أعطيني الأوراق، بهيدا الفانوس رح نشوف مبين الكلمات. ييه مش مبين شيء. وأخيرا صارت الساعة 10، حأفتح الظرف لشوف شو فيه. وأنا كمان حأفتحه، كتير متحمسة. ما في لغز ولا شيء لتعرفوا ليش ربحته. تعوا لعندي، وفي إمضاء الملك. أنت كمان؟ إيه وأنا كمان طلع لي هيك. يلا تعي نروح. يلا يا وزراء قولوا لي شو طلع بالظروف تبعكم. انا طلع لي ورقه بيضه ما في لغز ولا شيء. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان. وانا طلع لي انه ما في لغز ولا شيء، وقالوا لي انه رح عند الملك. ايه وانا كمان طلع لي مثلي. الملك الحقيقي هو الملك الصادق يلي ما بيغش. كل واحد فتح الظرف قبل الساعه 10 خسر، لانه الظرف مكتوب بحبر سري وما بيبين الا بعد الساعة 10. بس صارت الساعة بعد العشرة وبعدهم الكلمات ما بينوا. صح. هالشي لانه عرضتوا الورقة على الشمس والضوء هو بيمنع انه الكلمات يبينوا. الشخصين الوحيدين اللي ربحوا هني ألما وماريا لانه الوحيدين اللي كانوا صادقين، وهني اللي حياخدوا النقط. وانا زعلان من الباقيين لانه كلكم طلعتوا غشاشين. من بعد ما علمكم درس بعدم الغش وتسمعوا كلمة الحكماء، هلأ التحدي اللي بعده تحدي الزيتون. وشو هو تحدي الزيتون؟ بستان عبد الأمير بستان زيتون كبير، كل واحد بيجمع أكتر عدد ممكن من الزيتون بساعة هو اللي بيفوز بالنقطة. أنا أكتر واحد رح جمع زيتون، بس هيدي حبة صغيرة أكيد ما رح يبينه. لك بالله حبة يا لطيف. انا اذكى وحده، جبت هيدي عشان حوشهم بسرعه. لا رح حوش زيتون ولا شيء. هلا بنزل عند محمد احمد بجيب 10 كيلو وبقول له للملك اني انا اكثر واحد قطفت زيتون. يا الله معش معي وقت كثير ومني محوشه كثير. يا الله اكيد حخسر. هي حي 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 لا روح اعملها بالكل هاي. اي حي حي حي. عم تضحك علي يا ولد؟ روح من هان. ليك ليك شو حطلي، طلعت لحي ولا شيء، ضحك علي واخذ لي الزيتونات. رح ارجع حوش مع انه معش معي كثير وقت، بس شو بدي اعمل؟ كل حبات كبار بعتقد الملك رح يحب الزيتونات تبعي اكثر شيء. اشتريت 10 كيلو وريحت بالي، لا تعبت ولا شيء. بالخضر تبع الحي قدرت اسرق كثير زيتون. انا معي اكثر. لا انا اكثر طلعت. لا انا اكثر حبيبتي. واذا مش مهم اصلا الكميه، لكن النوعيه تبعي كلهم اسود وكبار. هلا بشوف الملك شو رح يقول. اوكي. حوشتوا زيتون مبسوطين؟ هاي الارض ارضكم؟ هيدا الرزق رزقكم؟ كلكم خسرتوا النقطة لأنكم كلكم حرامية. ممنوع السرقة، الملك لازم يكون أمين وما يسرق. هلا كلنا صرنا متعادلين وكل واحد معه نقطة. إلا ها ما عنده ولا نقطة. يلا روح حبيبي ما تنسى. ما بيأثر بعد في سبع تحديات، من يضحك أولا يبكي آخر. اسمع اسمع، نحن هلا صرنا فهمانين التحديات كيف، فهمنا عقله للملك كيف عم بيفكر، فأنا رح أربح. يي شو شو بخير.